ننطلق سوق صبغي ندور السوق كالعاده ونتعداو العاده والعوايد ونعملوا شويه بخور خمسه وخميس علينا واللي حبنا يجينا سوق بشويش وجوه العرقاليه جو نعمل فيه هذا كالعاده من باب الجبلي الركاب الاساسيه المدخل الاساسي باب الجبلي في اتجاه سوق الصباغين بشويشه اسعار الخضر الغلال نتاع اليوم نشوفوا كما كنا ساعه نشوفوا في مساله الدجاج تقريبا زاد زياده كبيره معنا 6800 واش كيلو الدجاج اليوم انا ثم زاد عاشك كالعاده سوق بشويشه اجواء بشويشه دور على الغلال كما قاعدين نشوفوا معناها تفاح ب 4980 5000 الدقله ب 6000 أنا مع التفاح زاد كيف كيف ب 4980 نشوفوا الفريز 4000 الرقم 2980 وعندي الكليمونتين 3480 وهذا كليمونتين في القورص وخرت شويه بطبيعه الحال يعني عقاب سيزون الحلو ب 1480 1980 كيف كيف الحلو 2000 وهذا تمصب اخر ب 2480 امورنا في العنبر صباح الخير شحالك اي جوك بن اليوم ها ديما كالعاده الصف هذا الصف على القلاد البن كالعادة بعد اخونا المذيوب ناخذ فكرة على الأسعار بتاع اليوم والأجواء بتاع السوق. أي مذيوب صباح الخير يا مذيوب. يا مذيوب شحالك النسبية يا مذيوب؟ تفضل أي. شحالك يا مذيوب؟ أمورنا شحالنا اليوم أي؟ لا الحمد لله عندنا الهبر ب 31800 31000 عندنا الجلب ب 19800 الريشة ب 22 الفيلي بوفيلي ب 31800 الكتلات 29800 والوسطى ب 26800 الكرشة ب 6000 الكرع ب 10000 والحمى الراس ب 16 واليوم العلوش شيء كالعادة قداش باع؟ 41 نفس الحكاية قاعدين الحكاية بيدا معناها هذا في الكرو شوي نحكي أيام التو أي شو السمح أنا شو السمح حتى ال 40 الآخر الخشين قبل ما مش خشين في السن أي خشين في الميزان خشين في الميزان قداش كيلو؟ 25 كيلو في 38 38 وكل الأسعار معناها قعدنا قطرة تو الأمطار ما تبدل شيء ما هو علوش دونك كيما قلنا غالي شويه ما يخدموش اليوم البقري 31 البقري بالعظام 19 الكتلات بقري كيف كيف 29 الوسطى كل شيء هرب تو كنت تشوف الدجاج تبي لا كل شيء هرب فرقة قمت بالله عند ربي اليوم زاد تطلع الدجاج من كذا كذا ولا البن مقطوع تشوفوا عند القدر البن بالصف رغم عليهم وقول له 55 ثانية أنا جاي وما له راح من دبي والله أنا جاي رغم عليهم وقول له لك منور هاي رغم عليهم هاي لكن بريف هكا على الطاير واحد هو شي ديما ديما محفل فيسبوك ها شكري شكري الجمهور طالبك بالله اللي عنده ناقة سايبوه شكري سايبوه قداش بسبات اليوم؟ 16180 صباح الخير شحالك؟
شكري هبطنا يا سيد. لا لا ما نحبش هبطه انا خديتها هيك ما نحبش طيبه نمشي لحيتينا قولوا لي بدي راجع ها اللي بده شكري معناه اوكي نسوي باي لا اليوم باي شو المطلب 1280 1280 بطاطا 1400 سلب 1000 باي هذا شو تقول انت اقل هيك اقل من الطريقه نتاعو اقل وسرعة سبع السوق الحمد لله موجود الحمد لله ربي يسلمك ربي يسكت شنو تقعد هذا ما عندوش دينار هذا سرق دينار ايه هذا ما عندوش دينار قداش في جله جله تصبح 15 تصبح دينار حصه دينار والبطراف بطراف ب 15 هذا ما عندوش دينار ايه هذا ما عندوش دينار هذا سرق دينار ايه اي سيدي وي دينار هذي قبل لي قبل لي وي دينار صلاة قبل لي بثمانية الاف وي دينار قال بثمانية الاف قبل لي ارخي صدقني في كمية ستة الاف طبعا لوينك بالله وينك هل ديني مات اصبحت له شيئا جيب له ورن لا دور ما نبحث كمان طب خبر من بقرونه قال قال هو انا بروح باخير بروح شارك بروح دينار بس دينار ها هاي صباح خير شحالك شحالنا اليوم الحمد لله القوارص عندنا التنصوره 2700 2600 والتفاحه معنا القوارص معقبه كم 10 ايام القوارص تبدا امورنا مريقله يا روش باخير يا روش شحالكم اربع دينار وثلاثة دينار دقلة اولو كيلو عارف سعيد شحالك اي امورنا مريقله ايوه اي عمدك بسلو بلسه ما بعده ما تفضل اي 150 بسلو بلسه كم خمسه كيلو علي150 شحالكم اي 150 امورنا مريقله هاني جيك 150 السنه كان الواحد غلى هاي ولا دياك كنت عندي البراء العدد
اش خوف في الاسم والله ساعه ساعه انت نخدم يدي هاي هاي شحالك امورنا بيه سلعه ثمه اوكي دروا مشاكل ذاك ما شاء الله عليه ديروا ما شاء الله سوق كامل كيف فرحان من امورك مريقل ترى ثبت امورنا مريقله دس هذا شوي القوارص وخر عاد توا ها غلا شويه غلا سنين غالي غالي شويه من كوا عاد عقاب حاجه تاع العقاب حاجه كتبت حاجه اي حاجه سمح تلبسهم اكيد اوه